السلام عليكم، مرحبا بكم ثاني في فيديو جديد. ونفس ريزيدانس، شقة في الطابق الأول فيها 67 متر. هذه هي الدخلة ديالها، الباب يعني كيبقى هاد بلاكار اللي كاين ورا الباب، يعني كيصلاح للشوسيغ بزاف الحوايج، يعني ديبارة بحال ديبارة. وهذا الصالون على اليمين ديال دخلة الباب، الانترفون كما كتشوفوا راه مشمشه حتى هي زوينه ومهويه، نفس الديكوراسيون الشقق ديال الكوب الصباغه. بالنسبه للبلاكارات كلهم بحال بحال، غير المساحه والفصاله اللي كتغير. هذه في الطبق الاول. هذا الحمام، يعني كما قلتلكم راهم بحال بحال كلهم. وهذه غرفه اللي فيها لاكور والبلاكار كما شفتوا. هذه فيها لاكور، انا غنوريها لكم. هذه هي الباب اللي حلينا دابا ديال الكوليس. هذه هي لاكور، راه كبيره ما شاء الله، راه سطاح ومشمشه حتى هي كما قلت لكم. ها هي الشمس ضاربه فيها في الطبق الاول جايه. هذه هي الغرفه، يعني كتستغلوها هاد لاكور بزاف الحوايج، ممكن جليسات تحتاجوها بزاف بزاف. ودابا غنصورو الباقي الشقه. هذه الغرفه الثانيه، هذه راه فيها لاكور وفيها البالكون، يعني هذا هو الميزه ديالها، لان بروميير كيكون نتوما عارفين الكوميرس كيكون دائما لاكور في بروميير ايطاج. هذه الشقه 67 متر فيها لاكور وفيها البالكون، غرفه فيها لاكور وغرفه فيها البالكون. حتى الباركو هنا راه تقريبا متسح بحال هذاك اللي صورت لكم من قبل. وهذا الباب ديالها كوليس كما شفتوا. وكاينه طبعا الكوزينه، كتبقى نفس الفصاله قلت لكم، غير الاختلاف في المتراج وليزيطاج. نفس الشكل الكوزينه ديال البروميير ولا الدوزيام، ولا كيديروا فصاله وحده، لي زاكسيسوار كلهم بحال بحال. وغنخلي لكم النمرة ديالي في رابط ديال في صندوق الوصف، يعني للاتصال او للاستفسار. وغادي نخلي لكم الاثمنه ديال او الثمن ديال الشقه اللي فيها 67 متر في بروميير ايطاج، اللي فيها لاكور فيها البالكون جوج الغرف الصالون والحمام والكوزينه. ونتلاقى في فيديو اخر وشقه جديده بحول الله. هذه كتبقى ب 56 مليون، كاينه 84 متر كتبقى ب 69 مليون، وكاينه 63 متر كتبقى ب 52 مليون. وهادو هما المتراجات اللي بقاو، وان شاء الله اللي بغى يعرف اكثر يتصل على الرقم اللي في الشاشه ويكون خير ان شاء الله. ومرحبا بكم عندي في قناتي، ومرحبا بكم في الاقامه.